السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار في دقائق. في موضوع الحلقة سأتحدث عن قرار مكتب الصرف في المغرب رفع انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح بها للمواطن أو المسافر المغربي إلى 100,000 درهم. 100,000 درهم سي ليكيفالون نتاع 11,000 دولار أو قريب 10,000 أورو. مواطن واحد هنا راكم تشوفوا جاء في المقال الصادر عن وكالة الأنباء المغرب العربي، وكالة المغرب العربي للأنباء، انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100,000 درهم في السنة مكتب الصرف. كشفت النسخة الجديدة من المنشور العام لعملية الصرف برسم سنة 2022 التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فتح يناير 2022 عن انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح بها أو المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100,000 درهم في السنة. وأبرز بلاغ لمركز الصرف حول المنشور العام لعملية الصرف لسنة 2022 أن هذه الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج يمكن زيادتها بما يعادل 30% من الضريبة على الدخل أي لير، في حين يجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300,000 درهم للشخص في السنة الواحدة. وأوضح المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعملية الصرف 2022 جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم. بالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، سابقا نشر مكتب الصرف مؤخرا مشروع جديد حول تسهيلات الصرف المملوح للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة الموضوعة في الخارج وفقا للأحكام القانون رقم 63-14 والنصوص المعتمدة لتطبيقه. هذا عن وكالة المغرب العربي للأنباء وقرار مكتب الصرف. يعني احنا نقول لها en français la dotation touristique، يعني المواطن المغربي اللي يحب يسافر إلى الخارج عنده الحق في 100,000 درهم يقدر يصرفها في السنة باش يسافر. وكي نقولوا 100,000 درهم كما قلت لكم هو مبلغ 11,000 يورو دولار أو تقريبا 10,000 أورو، في حين لا دوتاسيون توريستيك في بلادنا تعرفوا شحال. المواطن الجزائري عنده الحق يصرف ما مبلغ 15,000 دينار أو ما يعادل 85 يورو في السنة. باش تشوفوا هنا لا ديفيرونس أو الفرق بين دولة تعرف كيفاش تنظم سوقها واقتصادها وما تخليش المواطن يكون رهينة في أيدي أصحاب السوق السوداء، ودولة للأسف حولها نظام العسكر إلى زريبة وخلى المواطن رهينة في التجار سوق العملة السوداء، سواء في السكوار في ساحة بورسعيد في العاصمة أو في باقي مناطق الوطن. هنا نعرفوا، هنا نقدروا نديروا الفرق بين البلاد اللي بنات اقتصاد على أسس متينة وحافظت على قوة العملة نتاعها، وبلاد رغم كل الإمكانيات ذل المواطن نتاعها وتدفع أهل الممارسات غير القانونية مكتب الصرف كانوا ديجا افون كان عندها الحق المواطن المغربي 4,000 يورو يصرفها في العام. المواطن المغربي أو المقيم الأجنبي لا ميم شوز، الجميع عندهم نفس الحقوق. يعني الواحد في العائلة الواحدة إذا كانت العائلة فيها 5 أفراد كل واحد عنده حق في لادوتاسيون توريستيك، حق الصرف من أجل منحة السفر، كانت 4,000 يورو ولا 10,000 يورو ولا 10,000 يورو. واحنا في بلادنا
المواطن هذيك المنحة اللي ما تكفيش حتى باش يخرج من المطار ويمشي يضرب دورة ويعاود يولي تكمل له، المواطن مازال يدفعوه باش يروح للسوق السوداء، ومازال يشجعوه باش تعرفوا باللي النظام هذا نظام مافيوزي، يشجعوا التجارة الموازية وتهريب العملة ويخلوه رهينة في أيدي تجار العملة في السوق السوداء. هذا القرار نتاع لوفيس دو شونج نتاع المغرب أو مكتب الصرف يأكد على أن المغرب ماضي في مرونة أكثر فيما يخص تحرير الصرف، وأن قيمة الدرهم تمتاز أو عملة الدرهم حافظت على قيمتها، وهذا يأكد على يعني انسجامية الاقتصاد المغربي، وأن القائمين على الشأن في الاقتصاد في المغرب يعرفون جيدا كيف يتدبرون أو كيف يحافظون على قيمة العملة الوطنية. بار كونتر كما قلت لكم للأسف في بلادنا المواطن ما قدرش هذا النظام يحل مشكل مكتب اعتماد مكاتب الصرف في بلاد، ما قدش، كل مرة هو يكذب ويقدم الوعود ويقول هذه المرة غادي نفتحوا هذا، ولكن دائما باش تعرفوا بلي هذا النظام عبارة عن مافيا، دائما هذا الملف يتم توظيفه سواء في مواعيد انتخابية سواء في كما يقولوا الحكومة تبغي تستعرض عضلاتها بالأكاذيب، الحكومات المتعاقبة على اللي كان يديرها هذا النظام. لكن هنا يأكد على حاجة واحدة بلي هذا النظام الحاكم ما قدرش يحافظ على العملة الوطنية. ديجا لا موني الجزائرية لو دينار هذا فقد كثيرا من القيمة نتاعه منذ في العشر سنوات الأخيرة، فقد مما أدى إلى التضخم، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ومما أدى إلى تقلص تلك المنحة أو هذيك لا دوتاسيون، هذاك الحق، وأنا ما نسميهاش منحة باسكو المنحة يعطوك الدراهم، المنحة ماشي تروح تصرف بدراهمك باش تاخذ العملة الصعبة، لا، دي مغالطة، هذه حق تحويل راه أعتقد أكثر من 20 أو 25 سنة متوقف في 15,000 دينار، والدينار اللي كان قبل 20 أو 15 أو 25 سنة ما هوش الدينار اللي راه اليوم. وهنا يتأكد بأن هذا النظام يتلدد بتعذيب مواطنيه سواء نفسيا ودفعهم للسوق الموازية، دفعهم لتجار العملة، لأنه هو يحميهم، هو أصلا هذا النظام المافيوزي ما يبغيش يعيش في الشفافية وفي الترانسبارانس، ما يبغيش يخلي المواطن يكون عنده لاكسي لو شونج، يبغي يسافر 85 أورو 85 أورو في السنة ولا 100 دولار في السنة، وش هي بالنسبة لواحد يبغي يسافر؟ كاين اللي يسافر من أجل السياحة، كاين اللي يسافر من أجل العلاج، كاين اللي يسافر من أجل الدراسة. هذا النظام كما قلت لكم يشجع الأمور غير قانونية، يشجع الأمور غير قانونية. هنا أنا بغيت فيه من خلال هذه الحلقة ندير لا كومباريزون، على خاطر هنا رانا نشوفوا القرار نتاع مكتب الصرف هذا راه يزيد من رفاهية المواطن المغربي اللي يفكر في السفر، ما غاديش يروح يشري العملة من سوق موازية. هنا راه يأكد على الشفافية نتاع الاقتصاد المغربي والتعاملات المالية، وهنا راه يعطي درس، راه يعطي درس لنظام العسكر اللي ما عرفش كيفاش ينظم سوق الصرف، واللي ما عرفش كيفاش يوفر الرفاهية للمواطن نتاعنا باش يسافر في أريحية، وما يخليش رهينة في أيدي تجار العملة والسوق الموازية. قرار مثل هذا هو قرار أنا أعتبره أكثر من رائع. علاش؟ لأن هنا المواطن في المغرب يسافر بعد اللي كانت عنده ديجا 4000 أورو دو دروات شونج،
راه دروك 100,000 يورو والاوغمونطاسيون الرفع من هذه القيمه عندها حسابات وكاين اللي يقدر يمشي حتى 300,000 درهم يعني ما يعادل 30,000 يورو. والله برافو مكتب الصرف والقرار هذا اللي يخلي المواطن ما يكونش رهينة التجار العملة في السوق السوداء اللي تقدر تحمل فيه العملات المزورة تقدر يقدر يعني إني با بروتيجي. قرار مثل هذا يخلي المواطن محمي ويسافر بأي رياحية ويخلي لارجمون سيفيزون يعني 100,000 درهم لشخص واحد. أنا أعتقد أنها مبلغ محترم وحق صرف يعني مناسب بالنسبة للمواطن المواطن المغربي. وهنا هذا رد على هذاك اللي كتب المقال وزيج قال لك النظام في المغرب ما يهتمش بمواطنيه بشعبه. لا ها هو الدليل، هو إحدى المظاهر اللي تأكد على الاهتمام تاع السلطات في المغرب بالراحة نتاع مواطنيها وبالأمن نتاع مواطنيها فيما يخص عملية الصرف وفيما يخص السفر بشكل يعني آمن وتحويل المبلغ في إطار قانوني. أكتفي بهذا القدر، أضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة أخرى. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.